مشاهدينا متابعينا الكرام، نجدد التحية، نجدد الملتقى في عاصمة الميادين مع انطلاقة هذه الأشواط، أشواط الفتى المسائية. هناك أيضا في ختامية الختاميات في ميدان الوهبة الذي يحتضن هذه الشعارات القادمة من كل حدب وصوب، حيث انطلق هذا الشوط من ضمن أشواط الانتاج والمنتجين مباشرة نسير إلى المقدمة مع أبراج محمد بن راشد بن جابر المنهالي يتقدم على مقدمة هذا الشوط. نقلتنا إلى المركز الثاني، الوصول والتقدم من بهجة سالم بن محمد بن سعيد العفاري خذت المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث اللي غيرت هوايل أحمد بن خليفة بن زاهر الخيلي، بينما المركز الرابع القادمة والمنطلقة هنا في هذا الشوط، الله يا هو وصول غدوم من الغزيل محمد بن مسلم بن حملول العامري، بينما المركز الخامس هذه وزن محمد بن طماطم بن حمد العامري، واللي خذت المركز السادس جواهر سعود بن جابر بن حمد بن حنزاب المري، بينما المركز السابع في هذا الانطلاق ياهو دخول ياهو حضور في هذا المسار الجميل والانطلاقات المميزة هذه اللي قادمة سلابة سهيل بن حمد بن دليله العامري، بينما المركز التاسع تاسع التحديات من ضبية محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، والمركز العاشر القادمة همصيحة بريك بن محمد بن بريك المري يتقدم في هذه اللحظات. مرحبا يا ابو بريك، هكذا الانطلاقات، هكذا المسار والانطلاقات الجميلة للعشر المراكز الأولى المتقدمة هنا في ميدان الوهبة في عاصمة الميادين الذي ناموس يعتبر ناموسين، وخاصة في أشواط الانتاج. عود إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول في هذا الانطلاق جواهر، هذه جواهر يتقدم من حزاب، يتقدم على المقدمة الأولى مع المركز الأول في هذه اللحظات، ولكن النايفة وصلت، النايفة تقدم هنا سعيد بن مبارك بن عثعيث العامري وصل على المركز الثاني. هناك هوايل وصلكم بن زاهرة تقدم في هذه اللحظات، بن زاهرة بن زاهرة وصل، عينه على الناموس، عينه على هنا الزعفران، بينما هناك غزر خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامس حركوهن الابكار، حركوهن هنا في هذه اللحظات. وهذه الغزيل، الغزيل راعه الثيل محمد بن مسلم بن حملون العامري وصل مع الغزيل في هذا الانطلاق. وصلنا الى الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير يا اهل الحجايج، الكيلو والمنصه بانت، المنصه بانت، والناموس في حيره، والناموس في حيره. ياهو من منظر، منظر جميل ومميز هنا، وليس غريب، ليس بغريب على عاصمة الميادين، ولكن جواهر، جواهر في الموقع المطلوب على مقدمة هذا الشوط. سعود بن جابر بن حمد بن حنزاب المري يتقدم مع المركز الأول في هذا الانطلاق. هوايل وصلت، أحمد بن خليفة بن زاهر الخيلي وصل هنا مع المركز الثاني، المركز الثالث. الله 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 الله، هذه وزن محمد بن طماطم بن حمد العامري يقدم لنا وزن، ولكن البداية وين؟ هوايل تسللت، هوايل تسللت مع جولة الأوام النهائية. هذه هوايل أحمد بن خليفة بن زاهر الأخيلي، الله يا أبو خليفة، الله يا أبو خليفة، راح مع هوايل، راح مع هوايل في أشواط الإنتاج في عاصمة الميادين. مشكور يا أبو خليفة، مشكور هناك أيضا هنا على البداية الأولى. وسلامتنا إلى النايفة، سلام يا النايفة، سلام، مشكور يا بن زاهرة، مشكور، تهانينا، تهانينا والناموس على هذا الهوز الجميل هنا. لحظات وصول هوايل إلى خط نهاية. المركز الثاني جواهر سعود بن جابر بن حمد بن حنزاب المري، ثالثا وزن محمد بن طماطم بن حمد العامري، بينما اللي احتلت المركز الرابع
وصول وتقدم نظبي محمد الحمد بن مصلح بن جمهور على احبابي والمركز الخامس هذه غزر خليفة بن عبد الله بن محمد الشامسي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام كان النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة. تهانينا والناموس والتهنئة لأحمد بن خليفة بن زاهر الأخيلي على فوز هوايل هنا أيضا في هذه الأمسية التراثية في عاصمة الميادين. قدم لنا هوايل هنا أيضا هناك أيضا وقدمت العرض الجميل. توقيتها الزمني المرافق لهذه الانطلاقة لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية بتوقيت زمني مقدار مشاهدينا ومتابعينا الكرام 5:57 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس بينما المركز الثاني على الوصول من جواهر سعود بن جابر بن حمد بن حنزاب المري قدمت العرض الجميل توقيتها الزمني 5:00 لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية بأيضا وأيضا 6:00 وفاء وتماما وكمالا. بينما المركز الثالث هذه وزن محمد الصباط بن حمد العامري 6:00 بلا شك توقيت المركز الثالث لحظات الوصول إلى خط النهاية. وثانية بالوفاء والتمام والكمال تهانينا والناموس.